اذا عندي هون البودي بلوت هو البلوت اللي بطلعه عشان اوصف الفريكوانسي ريسبونس للسيستم. مكون من جزئين، الجزء الاول راح يكون الماجنيتيود بلوت، هون عندي فريكوانسي او اوميجا، يعني يا بعملها راديانز بير سكند او بعمل هذه هون هرتز على سكند، وهون هذه لوغاريتميك. فلو فرضنا اني حطيت فريكونسي، طبعا انا بدي اختار الفريكونسي رينج اللي بهمني، يعني يمكن الكترونيك سيستم انزل لاي فريكونسي او اطلع لاي فريكونسي بالالكترونيك سيستم للميجا هرتز مش هيك، وممكن حتى التيرا هرتز، لكن ممكن في ميكانيكال سيستم، الميكانيكال سيستم بطيء، ممكن يكون الفريكونسي اللي بطلع عليها مثلا 0.1 اوف هرتز، 1 هرتز، 10 هرتز، 100 هرتز، اكثر من هيك الميكانيكال سيستم ما بقدر يتحرك بهي الفريكونسي. فطبعا حسب الفريكونسي يعني ممكن يكون عندي مثلا هون 0.1 اوف هرتز، 1 هرتز، 10 هرتز، 100 هرتز الى اخره، فهذا فريكونسي، هذا لوغاريتميك سكيل بالفريكونسي سواء كان هرتز او راديان بير سكند، هذا اسمه الماجنيتيود بلوت. ومرات بنحط الرمز هذا جي اوف اس، هي الترانسفير فانكشن تبعت السيستم هذا، لكن احنا ما بدنا اس، حطينا محل اس جي اوميجا، وبعدين حطينا هذول الخطين العمودين اللي بيمثلوا الماجنتيود من هذا الماجنتيود. هلا هذا السكيل راح يكون في الدي بي، وراح يكون عندي مثلا 0 دي بي. شو بيمثل خط ال 0 دي بي؟ الاوت بيساوي الانبوت، فيش عندي لا اتنيويشن ولا عندي امبليفيكيشن. وبعدين هون راح يصير عندي مثلا ماينس 3 دي مثلا ماينس 3 دي بي فرضا، او ماينس 10 دي بي، او ماينس 6 دي بي حسب الهاي، وهون بصير عندي بلس 3 بلس 6 دي بي حسب قديش الاتنيويشن. اي شيء هون معناه اتنيويشن، يعني الاوتبوت اصغر من الانبوت، اي شيء هون معناه امبليفيكيشن. وبعدين عندي البلوت الثاني راح يكون اللي هو الفيز، هذا مرات بنسميه الجين او الجين بلوت، هون عندي الفيز بلوت اللي هو الزاوية تبع جي. هلا هون راح يكون عندي مش لوجر، هيك راح يكون بالديجريز، عادة ما بستخدم راديو، بستخدم ديجريز، فبنقول مثلا من ناقص 180 لزائد 180، او انت اذا عارف انه البلوت تبعك بس راح يكون بوزيتيف ممكن تحطه من 0 ل 90 او من 0 ل ناقص 90 حسب الهاي. انا راح احط هون شيء عام مثلا او اعمم قدر الامكان، ناقص 180 مثلا، عفوا زائد 180 زائد 90 0 ناقص 90 مثلا ناقص 180 درجه. هون عندي الفريكونسي نفس الفريكونسي، فهذا السكيل لازم يكون نفس السكيل هذا حتى اقدر اقارن. هاي نقطة مهمة، ما بصير هون تستخدم سكيل وهون تستخدم سكيل ثاني، بستخدم نفس السكيل هون وهون، عشان إذا في عندي نقطة معينة بدي أقارنها بدي أشوف شو وضع الجين تبعها، وبنفس اللحظة أشوف شو الزاوية، وهذا رح نستعمله، مهم الستابيليتي، يعني باجي بقول على زاوية ناقص 180 على زاوية زائد 180 قديش كان الجين؟ هذا ما بقدر أعمله إلا إذا كان لازم يكون هذا السكيل نفس هذا السكيل، إذا حطيت هون 0.1 هرتز مثلا، هذا لازم يكون 0.1 10 ميجن 1000، وهكذا، وهذا نفس الشيء بده يكون هون فريكونسي، هذا السكيل لازم يكون نفس هذا السكيل، وبعملهم بلوتينج فوق بعض بهذا الشكل، بحيث اني بقدر اصير اعمل اقرا قراءات مشتركه ما بين الاثنين، يعني في لحظه معينه اذا في عندي قراءه معينه بتهمني هون بنزل هون واشوف قديش الزاويه عند هذيك اللحظه، هذيك الفريكونسي قديش كانت الزاويه. او عندي هون مثلا فريكونسي زاويه معينه بدي اشوف قديش كان الجين عند هذه الزاويه، كان بوزيتيف ولا نيجاتيف، كان اتنيويشن ولا. اذا هيك صار عندي هذا الجين الماجنتيود بلوت. مثلا رح ارسم على بلوت ذا فيرست اوردر سيستم بس حتى نشوف المثال عليه كيف شكله كيف بيطلع. فمثلا لو عندي انا فيرست اوردر سيستم 1 على 1 زائد تي اس او ار سي اس مثلا، ونفترض عندي هون في كورنر فريكونسي، والكورنر فريكونسي مثلا كانت هون، وعندي هون كان ناقص 10 ناقص 20. غير هذا السكيل عامل هذا السكيل 1 10 100 1000، بس غيرت السكيل عشان يناسبني هون،
صار كل مربعين هم دكيت. الضرب بعشرة ايش بنسميه؟ دكيت. دكيت باللغة ايش معناها؟ مين بعرف دكيت باللغة؟ عقد. والعقد اللي هو 10 سنين. بس هو هون في مش زيادة 10 سنين، هون ضرب، ضرب في 10. إذا هون كل مربعين يعني سكيل. هلا هذا هون شو صار؟ سكيل 2 بلوكس بيساوي ديكيد أو ضرب في 10. هذا السكيل اللي هون، وهذا السكيل اللي هون كل بلوك بيساوي 10 دي بي. السكيل اللي عملوه اليوم. فهلا صار عندي هي 20 دي بي بلوك. خليني اكبر هذا السكيل كمان، اغير هذا السكيل زائد 90 ناقص 90. بس غيرت السكيل ما في مشكله، انا بحط السكيل اللي بيعطيني احسن رسمه بتوضح الفكره اللي بعيني عندي. هلا كيف رسمها؟ ما مش مشكلة، ما تقلقوا هلا كيف رسمها، بعدين بتعلم رسمها. أنا بدي أفرجيكم مثال على سيستم واقعي إله هاي هذا. هذا سيستم شو بحكي لي هذا؟ لو جيت اطلعت على هذا السيستم على 1 هرتز، إيش 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 عماله بيعمل السيستم على 1 هرتز تقريباً؟ لو جينا اطلعنا هون على 1 هرتز، وخلينا أمحي الريدين بير سكند عشان نأكد إنه هذه هون بالهرتز. على 1 هرتز إيش هذا السيستم عم بيعمل؟ ما بيعمل. إذا هون اللي بدخل له بيطلع له. والزاوية تقريبا مش عم بيعمل فيها شيء، تقريبا زيرو. إذا تقريبا هذا السيستم على لو فريكونسيز شو بيعمل؟ اللي بدخل له بطلعه زي ما هو، لا بغير الامبلتود ولا بغير الفيز شيفت، تمام؟ أنا اطلع على هاي فريكونسيز شو عم بيعمل هون مثلا؟ لو جينا اطلعنا على هاي الفريكونسي، يعني هذه تقريبا 1000 هون، 1000 هرتز. على 1000 هرتز هون تقريبا شو بيعمل هذا السيستم عماله؟ بنطلع أول شيء هون كم الاتنيويشن؟ هل هي اتنيويشن على فكرة هاي ولا امبلتيفيكيشن؟ كم دي بي الاتنيويشن؟ ناقص 30. قديش ناقص 30 دي بي؟ حتى احنا نحس فيها. ناقص 30 دي بي، يعني احنا بنقول ناقص 30 بتساوي 20 لوج في اوت على في ان، مش هيك؟ مضبوط؟ اذا 20 ناقص 30 على 20 بيصير عندي ناقص 1.5، مش هيك؟ بتساوي لوج في اوت على في ان. اذا في اوت على في ان شو بتساوي؟ 10 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 1.5. ايش ماينس 1.5؟ ناقص 1 بتصير 10، بتصير اقل شوي من 10، مش هيك؟ اذا ايش عماله بيعمل بالانبوت والاوتبوت؟ بصغرها كثير، مظبوط؟ يعني عماله بتصير اقل من ال 10. طيب شو بيعمل بالزاويه؟ تقريبا هي هون. لاحظين ليش لازم السكيل يكون نفسه؟ راح انزل انا من هون الخط مقطع عند النقطه هاي. شو وين الزاويه تقريبا؟ ماينس 90. ماينس 90 تقريبا قربت على 90. هلا هون 45، يعني يمكن هيكون حوالي 85 او 82 درجه. اذا هذا شو عماله بيعمل بال... لما صارت الفريكونسي 1000 هرتز شو صار يعمل؟ صار يصغرها كثير. وشو صار يعمل بالفيز تبعها؟ وصار ياخرها تقريبا قربت من 82 درجه. شو هذا النتورك؟ شو ممكن تحكي عن هذا النتورك؟ ايش عماله بيعمل باللو فريكونسيز؟ خيز. طيب شو بيعمل بالهاي فريكونسيز؟ اتنيويشن. شو بقدر اعتبره هذا السيستم؟ فلتر. فلتر اي نوع من فلتر؟ الفلتر اللي بخلي اللو فريكونسيز تمر وبيمنع الهاي فريكونسيز انها ما تمر، بيمنعها انها ما تمر. لو باس. لو باس. هذا نوع من اللو باس فلتر بسيط. فكان نقول انه الفريكونسيز هلا طبعا هون بالوسط بين هيك بين وبين، فاذا بدي اياها العمالي هو تقريبا كل الفريكونسيز اللي هون يعني من 10 ونازل عماله بمرها بسهوله، والفريكونسيز مثلا من 1000 وطالع عماله بيعملها اتنيويشن، ان بتوين في مرحله انتقاليه، فهذا كانه لو باس فلتر. هذا فعليا لو بنيته هي هذا لو باس فلتر، هو بدائي طبعا، بدائي جدا، ما بستعمله فعليا. ليش بستعملوش؟ شايفين هذا الخط كيف؟ المرحلة الانتقالية مش عارف يعالجها مضبوط، فأنا بدي إيش هذا الخط يكون؟ ستيب ستيب كيك فجأة. طبعا هذه صعب أعملها،
واضح انها اذا هذا السيستم انا ممكن اطلع له ترانسفير فانكشن مضبوط مش طلع لي ترانسفير فانكشن اشتغل وضغطت على ترانسفير فانكشن واحطها بدلاله جي اوميجا بدال اس بحط جي اوميجا وبطلع هذا هو البلوت تبعه بالحاله هاي اللي بيطلع معي احنا طبعا بعمل له بلوتينج بانفسنا رح نعمله المره الجايه بلوتينج بانفسنا ونشوف انه كيف هذا فعلا بدي اثبت انه فعلا هذه هي البودي بلوت تبع هذا السيستم